ازيكم عاملين ايه؟ النهارده قررت اعمل الخيار المخلل على طريقه ندى. هحط لكم الاكونت بتاعها برده هنا، روحوا شوفوا الاكونت بتاعها. فهي عملت الخيار المخلل بطريقه سهله جدا. انا جبت برطمان قطعت الخيار كده زي ما انتم شايفين وهحطه في البرطمان. هي كل اللي استخدمته 3 فصوص ثوم، هقطعهم بس كده يعني يطلعوا الفليفرز بتاعتهم. هفتحهم معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة ملح، ربع كوباية خل أبيض، خل عادي، حطيت عليهم في الآخر تقريبا 3/4 كوباية من المية المغلية او نص كوبايه. فاحنا هنحط هنا كده ايه 3/4 تقريبا ونشوف هيخلص معانا ولا ايه. يعني هو تقريبا اخد نص كوبايه. اوكي، بعدين هنقفله. وكل اللي هنعمله ان احنا هنرجه كده بس، شايفين، عشان الملح والسكر. اوكي بس كده، وهسيبه 12 ساعة. هي فتحت عليه بعد 6 ساعات، وبعد كده بعد 6 ساعات تانيين انا برضو هبقى اعمل معاكم كده، ان انا هفتحه بعد 6 ساعات واوريهولكم، وبعدين هفتحه بعد 12 ساعة ونشوف النتيجة مع بعض. بس كده عدى 6 ساعات. بس الخيار بقى شكله عامل ازاي نشوفه بقى بعد 6 ساعات كمان. ده بعد ما عدى 12 ساعة. تعالوا كده نفتحه مع بعض. بصوا، تحفة تحفة تحفة. شكرا يا ندى جدا 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 على الوصفة الهايلة الهايلة دي. تعالوا كده نجرب ناخد واحدة. الله، ده اتهرى فعلا بقى زي المخدل الاول. فظيع فظيع بمعنى كلمة فظيع. ولان طعمه تحفة جدا، بس هو محتاج يقعد اكتر من 12 ساعة بالنسبة لي انا. مش عارفة، يمكن عشان الخيار كان فريش قوي فمحتاج يقعد اكتر من 12 ساعة. بس النتيجة كنتيجة فظيعة فظيعة بجد. جربوها، لازم تجربوها والله. بصوا بقى الجمال، انا سبته تقريبا بالظبط 22 ساعة او 21 ساعة بالظبط، ما كملش يوم يعني. بس هو عمل ازاي؟ خطير خطير. ثانك يو يا ندى جدا جدا. انا عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا اصلا اخلي الحاجة في البيت، يعني اللي هو لا يمكن. وطعمه تحفة وهو تحفة بصراحة. ميرسي جدا جدا على الوصفة دي.